من المجتمع. نعم. وفعلا هذا يقدر يسوي أشياء كثيرة تفوق تصور الإنسان. عطى بس حريته. لا تجبره، يعني خصوصا الأجيال، إن إذا جبرتها على مجال وكسرتها هو يحتاج منك نصيحة، أنت نصحه. لكن إذا منعته وخليته يدخل في مجال هو ما يحبه. نعم. يعني أنا قاعد أتكلم مو بس التجارة، يعني حتى لو في كل المجالات أجبرته إنه يدش طب مثلا، أو مثلا حتى هندسة، ولا أو مثلاً هندسة حقوق أو شيء، أنت مسكت حرياته، خلاه يبدع، أو طفيت شمعة إبداعه. بالضبط. ما راح يكون يقدر يبدع أو إنه يقدم. أي نعم، هذه يمكن نقطة وايد مهمة، اللي هي تعطيه المجال إنه يعبر بحرية كفكر. خلينا من مشاكل المجتمع وننتقل حق المعارض. ممكن تكلمنا عن المعارض اللي شاركت فيها على المستوى المحلي؟ طبعا بالنسبة حق المستوى المحلي، يمكن أنا صار لي فترة طويلة ما شاركت في معارض يعني جماعية. ليش؟ مو يعني تقليلا، من بالعكس أنا أشجع على الفنانين أن يشاركون، بس أنا رأيي الخاص، أنا أشوف لذة عملية أنك أنت تسوي معرض خاص حقك شيء ثاني مختلف. شنو الفرق؟ الفرق أنك أنت هني تسوي 30 لوحة خاصة حقك باسمك، جرائدك تقول عنك، العالم في الوطن العربي يسمع عنك. أنت رسالتك إذا تقدر توصلها بلوحة تقدر توصلها في معرض كامل. نعم. يعني فقوتها تسليط الضوء الإعلامي على المعارض الشخصية أكبر بوايد من المعارض المشتركة. لأن المعارض المشتركة أنت راح يعني تدخل في مجال التقييم، وإذا دشيت في مجال التقييم أنت ما تبي أحد يقيمك بأقل قيمة من اللي أنت قاعد اللي اشتغلت عليه. أنت اشتغلت على اللوحة مثلا شهر كامل. نعم. إيه. وواحد اشتغل بلوحته ساعة. لما تشوف المقارنة هذه وهذا يحصل التقدير وأنت ما تحصل التقدير، أنت ضيعت جهدك ووقتك على هذا العمل، وممكن أن أنت توقف مشاركة. كفنان يكونون شوي حساسين، أنت مرهبين الحس، تتأثرون بسرعة، تتأثرون كل شيء. لكن لما يكون عندك معرضك الشخصي فهذا طبعا شيء يترك لك مساحة أكثر للإبداع. يعني بعد إيه، هذه يعني هذه هويتك أنت، هذا فعلا عقلك. وفعلا كأنا متذوقة للفن، لو أدخل مثلا راح أركز أو أصب كل اهتمامي على اللوحات اللي نفس الستايل اللي راح يكون، راح تعطيني تشبع بأفكارك من خلال لوحاتك أتوقع. بالضبط، هذه النقطة وايد مهمة حق، لأن أنت أساسا لما تقدم المعرض الشخصي الدعم اللي يجيك يعني المعنوي أكبر بوايد من المشاركة في معارض. مع أن أنا إذا أنت في بداية مشوارك الفني لازم تستمر فترة تشارك تثبت وجودك. يعني أنا شاركت يمكن 10 سنوات بس وقفت. بعد ما أثبت وجودك واسمك خلاص ما شاء الله عليك، يعني أستاذ أسعد، يعني أنا بصراحة وايد ناس من المهتمين بالفن وغير المهتمين الكل يعرفك يعني بصراحة. الله يسلمك، وهذا شيء يعني الحمد لله من رب العالمين. فأنصح الشباب إنه يشاركون في جمعية فن تشكيلية، في المجلس الوطني، في المعارض المحلية اللي قاعدة تصير، لأن هي المفتاح حق أنك أنت تقدم معرضك الخاص وفكرك الخاص. نعم. وبخصوص مشاركاتك العالمية، مشاركات العالمية طبعا هي من أجمل المشاركات اللي شاركتها، كانت في ميكانوس الجريك. وهي كانت ورش فنية، يعني ترسم قدام كبار الفنانين. واو. ويقيمونك على عملك. وكانت في مشاركة ثانية بعد كانت بالصين أيضا، كانت مع مجموعة كبيرة من فنانين الخليج وفنانين العرب ومن كبار فنانين العرب. طبعا هذه من الورش اللي شاركنا فيها. بالنسبة حق المعارض الشخصية، يمكن أول معرض خارجي كان في مصر قدمته. كان الكويت في قلب مصر تحت عنوان المعرض، فجمعت معرض الخروج على الواقع اللي هو السريالية مع معرض القمر.
وديته حق القاهرة. نعم. فلما شافوا قالوا لا في غلط، أنت مستحيل كويتي. عن جد؟ هذه الرؤية. يعني إحنا نعرف. والسبب؟ يعني الكويت كلها بس بوم وبحر. إنه ما عندهم إن فكرة إن في. تينا واحد شق الكامبس وطالع وتشريح عضل وظل نور دراسة ف. مع أن الكويت تضم مجموعة كبيرة من مبدعين. خلصنا من المعارض المحلية والعالمية، ودي أعرف شنو الجوائز اللي حصلت عليها. والله أنا جوائزي قليلة الأمانة، يعني مو وايد، لكن عندي جائزة حلوة اللي هي مات بينالي خرافي الأول، كانت لوحة كان فيها فكر جديد. نعم. وكان المحكمين لما شافوها يعني شافوا في مواد مستخدمة حق اللوحة الجديدة، فصارت في فكر جديد، استنتاج فكر جديد صار حق الموضوع. وأنا هذا الجائزة يمكن هي اللي شجعتني بعد أكثر أن أكمل. لكن أنا وقفت من المشاركة حق الجوائز. فقصة الجائزة ما صارت الحين شيء مهم بالنسبة لي، وأنا حتى أفضل أن يعني الشباب لا يصير عندهم هذا الهدف. نعم. الجائزة عمرها ما تقيمك ولا يعني تعطيك مكانة، لا، اللي يقيمك هو عملك نفسه، فنك. يعني ممكن ليوناردو دافنشي يشارك في معارضنا ما يعطونا جائزة، ممكن على الذوق العام للمتذوقين الفن في كل بيئة. بالذات هذه النقطة شوية حساسة، لأن احنا شلون نقدر نقيم الفن التشكيلي؟ اول شيء عندنا الذوق، عندنا دراستنا، عندنا معاييرنا الخاصة، عندنا معايير عالمية. نعم. المعايير العالمية مو قاعد نطبقها، وقاعد نطبق قليل من المعايير اللي موجودة حق مجتمعنا وحق ثقافتنا بالفن التشكيلي بالكويت. وبعدين طبعا بشكل كبير عندنا التقييم يكون على الذوق. يعني نجيب شخص عمره ما رسم كرة مثلا، لكن عنده شهادة في النقد، شلون هو يحكم على مثلا دراسة كاملة للمنظور الهندسي ودراسة تكوين اللون، دراسة الخلطة اللونية والمواد والأبستراكت، الأشياء الديتيلز أكثر اللي أنتوا تتعبون فيها فعلا لإنتاج هذه اللوحة أو مثلا لرسم هذه اللوحة. فيتم بالنهاية الموضوع موضوع ذوقي. يعني أنا كنت رئيس لجنة تحكيم جامعات الكويت ومدارس الكويت الأمريكية. في عندنا معايير عالمية نجيبها بس عشان نعطي جوائز حق الطفل أو حق الطالب اللي داش المسابقة. هني يكون في على الأقل في إنصاف. لكن أنا لما أنت ما تقدش أشارك في مثلا معرض من المعارض اللي موجودة سواء في أيا كان، لكن أنا ما أدري منو لجنة التحكيم ولا أدري منو اللي يعني بيقيم شغلي. فلما واحد يستلم جائزة، هل معناته أنه هو متميز عليك أو متميز فعلا بالكويت أو متميز على 100 فنان مشارك معاه؟ لا، أنت يمكن ممكن تكون متميز لأن ذوق واحد من لجنة التحكيم هو اللي أعطاك الجائزة. تختلف الأذواق في الفن أيضا، كل واحد له مثلا ذوق الخاص، أشياء تجذبت. فلازم مثلا أتوقع لو أنت من وجهة نظرك من لجنة التحكيم، شنو اللي ودك يصير النقلة؟ أنا مثلا أمسك لجنة التحكيم، بالبداية أشيل الأسماء، هذا أول شيء، بدون اسم. يعني تقييمك الطابة بشكل مجرد لوحة قدامي، وأشيل عملية الذوق الشخصي. يعني أنا مثلا تخصص سريالي، نعم، لو أنا أحكم في معارض الكويت راح أعطي السرياليين الأبستراكت، ما راح أعطيهم التجريدين. فهمتك. ما الانستليشن ما أعطي إيه، لأن يعني. أنا أساسا أنا ويا ربعي مجموعة ثلاثة خمسة لجنة كله لهذا إيه، وأنا رئيسهم وهم ما يبون يحرجوني، أنا راح أختار لوحة سريالية. فراح يقول إيه صح كلامك أستاذ سعيد، لأنك أنت خلاص الباجين أنت خفص منهم. نعم. يعني دمرت أفكارهم كلها، ممكن حتى ما يشارك مرة ثانية. لكن إذا كانت عندي معايير خاصة
معي خاصة إن فكرة جديدة، إن في كولورفول مثلا، في دراسة، المواد تدخل في هذا الشيء، استخدام المواد، استخدام المواد طبعا، نعم، والنموذج الجديد يعني بناليات برا، ممكن يكون المعارض اللي تصير على مستوى العالم لما يصير تقييم حق شيء بسيط، الناس كلهم يشوفونه شيء بسيط، لكن هذا الشيء البسيط لأول مرة يعرض في مسابقة عالمية، فطرح فكر إبداعي. نعم. فإحنا خذينا موضوع الإبداع الحين، هذا يعتبر معيار أن يكون فكر إبداعي جديد غير مكرر ولا مقتبس ولا متأثر في شيء معين. هذه أول نقطة، مثلاً فيديو ولا ندش في مجال سينمائي وفي لوحات، نوع من الابتكار، شيء من الإبداع، شيء خارج النطاق البعد الخامس. يعني هذه المعايير هي اللي تطبق، والعملية سهلة. يعني أنا يعني أتمنى من المعارض اللي بالكويت إنه بس تقرأ المعايير المستخدمة في البناليات العالمية عشان لا تظلم الكويتي، عشان تعطي حقه، كل بالضبط. واحد ياخذ حقه هذا نعم. يمكن بالنسبة حق الجوائز، وهذا شيء مهم انك انت ما تقارن بأحد، تقارن كإنديفيدوال يعني فكرة الخاص. نعم. استاذ اسعد، راح نختم وياك اليوم حلقتنا عند هذه النقاط. يعطيك العافية، ومشكورين على الاستضافة، وان شاء الله طبعا وياكم. الله يحييك يا رب، والله يعافيك. أعزائي المستمعين، راح نختم وياكم دردشتنا لليوم، على أمل أن احنا نلقاكم الأسبوع الجاي بنفس الوقت.